من سعة رحمة الله عز وجل أنه عرض التوبة على كل أحد مهما أشرك العبد وكفر أو طغى وتجبر، فإن الرحمة معروضة عليه وباب التوبة مشروع بين يديه. انظر إلى ذلك الشيخ الهرم الذي كبر سنه وانحنى ظهره ورق عظمه، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه يوما يجر خطاه وقد سقط حاجبه على عينيه من كبر سنه وهو مدعم على عصا، جاء يمشي حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بصوت تصارعه الآلام: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيء وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ أما أنا فاشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. وفي رواية أخرى يعني عمل الذنوب كلها حتى لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، فهل لذلك من توبة؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فإذا شيخ قد انحنى ظهره واضطرب أمره، قد هده مر السنين والأعوام وأهلكته الشهوات والآلام، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فصاح الشيخ: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى عن الناس. هكذا حقيقة التوبة من الذنوب والمعاصي والآثام. فاحرص يا عبد الله، بارك الله فيك.